يستمر الشارع العراقي برفضه للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، وفي الجانب الآخر تواصل الكتل السياسية مشاوراتها لعقد جلسة برلمانية مرتقبة دعا إليها المكلف لعرض كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي لنيل الثقة، وسط انقسام واضح بين الأحزاب والكتل وتلويح بعضها بعدم منحه الثقة. رئيس الوزراء المكلف بأنه لم يستلم أي وزير من شكل المحاصصات المتعارف عليه، لكن بالحقيقة هو الرجل أتى بطريقة المرفوضة شعبيا المتبعة منذ 2003 إلى هذا اليوم، بالتالي لا يمكن لشخص أتى بطريقة مرفوضة شعبيا أن يكون بجانب المتظاهرين. محمد توفيق علاوي لقد أضاع بوصلة يعني الحكومة أو الرئاسة بشكل عام، ولم يستطع التوافق بين استقطاب الكتل السنية والكردية، ولم يستطع إرضاء الكتل الشيعية، وهو في متاهة بين إرضاء المواطنين وبقوسين المعتصمين المتظاهرين وبين إرضاء مطامع الكتل السياسية. يقول العراقيون بأن علاوي أضاع البوصلة في المشهد السياسي العام للبلاد، فهو لم يستطع أن يجمع الفرقاء السياسيين ليتمكن من تمرير وزارته، بل زاد من الانقسام السياسي حتى داخل الكتل الواحدة التي كانت متوافقة على سلفه المستقيل، بالإضافة إلى عدم استطاعته احتواء الشارع المحتج. بوصلة توفيق علاوي ضائعة، بالتالي أنه هو لا يعني استقبل يعني مطالب انه طلبه او مطالب المتظاهرين، ولا هو اخذ موافقه الكتل السياسيه. يعني اعتقد انه هو باكر يمكن عندهم يعني جلسه برلمانيه، ما اعتقد راح يصوتون عليه، لا هم استفادوا من عده ولا هو كسب الشارع والمتظاهرين وحصل على شيء افضل. اول شيء الشارع هو رافض لمحمد علاوي، اضافه الى هذا المجلس ما حيمرره، في هالحاله هو خسران فما حيوافقون عليه.